من قبل لاعبي فريق الهلال فيصل البدري يطرق على اليسار ولكن مرتكب محمد الجويفي رائع. محمد الجويفي يقدم في مستوى رائع جدا. مدافع فريق شباب جبل محمد الجويفي محاولة العودة للتفوق بالنسبة للهلال. هنا عبد القادر على اليسار وتدخل من جديد من قبل نفس اللاعب محمد الجويفي. ابدع تألق اليوم محمد. أمجد بن عبدي وجويفي امتياز كبير قدر الكرة عبر لها بالتاكلينج أبعدها به لرمي التماس. يحاول يعطي الكره الى خالد مجدي بالتوزيع والتغطيه رائعه جدا من اللاعب محمد الجويفي. قرأ الكره بالشكل الصحيح محمد الجويفي اللاعب الذي امامنا في الصوره.